الصيام خلال شهر رمضان الكريم بيترافق مع عدد من المشاكل المرتبطة بزيادة الوزن واضطرابات النوم والأهم العطش، ولكون هالأمور يمكن تجهد الصائم فبتزيد وقتها التساؤلات حول الطرق المناسبة لا تجاوزها خلال نهار الصيام. يلا هانت بقي 10 أيام يا آية، ومع ذلك رح نعطي شغلات كتيرة تساعد كل الصائمين ليكملوا صومهم براحة جسدية ونفسية. بعض التقارير والأبحاث ذكرت أنه الأعشاب الطبية لها دور بترطيب الجسم وتخفيف العطش وفوائد تانية. لنحكي أكثر عن هالموضوع صار معنا بالاستديو الخبير بالأعشاب الطبية الأستاذ ياسين قداح، ويلي رح نحاوره بكل التفاصيل الموجودة معه كمان على الطاولة. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا، الله يسعدك رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، الله يسعدك. معنا الله يسعدك. يعني بدنا نحكي عن الأعشاب، بدنا نحكي على هذا الموضوع يلي يمكن بيكون كتير ناس بتستخدمه بطريقة خاطئة فبالتالي بناخذ النتيجة الغلط منه. فخلينا بداية قبل ما نروح نحكي بتفاصيل تتعلق بالشهر الفضيل وبمشاكل منعاني منها، نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة باستخدام البعض للأعشاب. تمام، احنا يعني هلا احنا بشهر رمضان المبارك، اهم شيء ان ناخذ بعين الاعتبار انه احنا في منطقه بلاد الشام، منطقه البذورات والنباتات والاعشاب، البدائل عن البهارات والتوابل اللي احنا عم نشتريها مخلوطه. فهي افضل نصيحه احنا عم ننصحها للناس، انه يشتغلوا بالبذورات وبالاعشاب وبالنباتات بدائل البهارات او بدائل المنكهات للاكل برمضان للاستفاده اول شغله. الشغله الثانيه مشان الهضم والمعدة بيكون أسهل أكيد. طيب، وبساعد على الهضم، مو بس بيكون أسهل، أحياناً فيك وجبات دسمة كتيرة تقيلة ما بنقدر نهضمها بسرعة، بناخد شوية أعشاب أو هيك منقوع أو مغلي من الأعشاب والبذور ممكن نحن تسهل علينا عملية الهضم. شايف زنجبيل قدامك، هذا الزنجبيل اللي بعتبره سحر أنا. نبلش نحكي حارق، صح؟ نبلش نحكي عن كل علبة موجودة قدامنا ولا شو بنستخدمها؟ نبلش بالزنجبيل مثلا. الزنجبيل أستاذي يعني هو أهم شيء أنك يكون بمنكهات الطعام مع أي وجبة صراحة، يعني شيء رائع. الزنجبيل للكوليسترول، هو حارق للكوليسترول، منظم للعمل في الأمعاء والمعدة، زائد أنه منكه رائع للجسم ويحمي الجسم والدم من الجلطات. يا سلام، يعني اذا احنا مثلا الصبح فقنا من النوم بدنا نيجي على القناه استاذ ورد، هاي بعد رمضان. هاي بعد رمضان، بعد رمضان، لا لا قبل رمضان وبرمضان، يعني على الافطار. هلا هلا ركز معي، ركز هات لشوف الصبح وانت طالع او الظهر وانت طالع، حط لك معلقه صغيره هيك بكاسه مي مع شرحه ليمون وغطيها وتعال. فكرت بدك تقلي اشربها اذا هيك بعمل. اوكي، انا اتركها اتركها مي من الحنفيه. اوكي، مي من الحنفيه اذا كان زنجبيل مطحون او اذا كان زنجبيل فريش، برشتك هيك شويه يعني اقدر معلقه. إيه بس رح استشيرك بكثير قصص هلا استاذ. اول شيء الزنجبيل بسبب حرقه لكثير ناس. حلو. ثاني شغله، انا بجيب زنجبيل قطع بس ما بستهلكها كلها. ما عم بعرف احفظها بالبراد، عم ينتزع. عندك حالتين، اما التجفيف ب يعني عن طريق ماكينة تجفيف خاصة، هي تجفف بالهواء أو بغرفة ويكون مهواية وعليها مروحة بالمايكروويف مثلاً. لا بالمايكروويف لا لا أبداً، هو تجفيف عن طريق سحب الهواء وليس عن طريق دفع الهواء. يعني إن مكاين التجفيف هي جاية عن طريق سحب الهواء، ما بدنا نشرح بها الموضوع. إحنا أهم شيء أخي حطها بالفريزر إذا كان عندك فريزر. تمام بالفريزر أفضل شيء، بس نصيحة لا تخليها تبرد وترجع تدفى وتسخن وترجع تبرد، يعني خليها بدرجة حرارة معينة، يعني تاخذ منها القطعة باب الفريزر ورجعها للفريزر. اوكي نصيحة يعني. أوكي. قطعة الليمون ضرورية، منكهة مهضمة للإفرازات المعدية. بالنسبة للحموضة عشان ما ننسى، احنا فينا قبل السحور بربع ساعة، يعني لما اول ما نفتح عيوننا، قطعة من البطاطا بمقدار حبة الجانرك نية تمضغ جيدا وتبلع للحموضة الزايدة برمضان وبغير رمضان، نيئة نيئة تمضغ حتى تذاب بالفم وتبلع، وآمنة للحوامل للحموضة اللي بتكون بالحمل أو إذا كانت حموضة مرضية. حلو، تمام، رائع جدا، هي فكرة. طيب لسه في عنا كتير أفكار بدنا نحكي فيها. نحن اليوم بشهر رمضان كتير ناس حتى لليوم يعني من بعد ما مرقوا هالعشرين يوم
لساتهم بيعانوا من بعد وجبة الفطور، حرقة، بيعانوا من نفخة، أوجاع بالكلى، ومشاكل هضمية كثيرة لليوم لسه بتصير معهم وما عم بيعرفوا شو الحل، فالناس تلجأ لتشرب شيء أو هيك، فشو بتنصحنا هون نلجأ لأعشاب؟ شو رايكم نعدد هالأعشاب المفيدة وبعدين بنرجع لفوائدها؟ اي والله يا ريت. اليانسون، يانسون، كمون، نعنع، زنجبيل، الكركم، زائد بذر الكزبرة. ذكرنا الكمون واليانسون والنعنع والكركم والزنجبيل وبذر الكزبرة في الشمرة والزعفران. الشمرة لا، الشمرة خلينا بعد رمضان، خلينا بعد رمضان. وعندنا أهم شيء يكون الكركم مع الأكل، والنعنع والزنجبيل يكون مع الأكل، يعني من ضمن منكهات الطعام ومشروب بعد الطعام. تمام. طيب نحتار كيف بدنا نتناولهم، أي وقت بدنا نتناول هالأعشاب، وكيف بدنا نحضرهم. مرة اختبرتني وفشلت بالاختبار. نعم. تتذكر؟ المنقوع. قلت في شيء بينغلى. قلت لك في شيء بينغلى. ما نسيته مو؟ وفي شيء ما بينغلى. أنا الدروس باخذهم من الدواء الخبرة أمثالك وما بنساهم. الله يسعدك. الأعشاب العطرية ما بدنا نغليها صح؟ أي أعشاب ما بدنا. يعني مثلا النعنع. يعني هلا احنا يعني قصدي ما بدنا نخليه تحت النار هو وعم يغلي. لا لا ما ولا شيء من هدول اللي ذكرتهم ما بدي تحت النار، بس انا شو بيمنع هلا فصل الربيع اذا حطيت لي ورقتين ثلاثه نعنع او عرقين ثلاثه نعنع مع سلطه بيعطي نفس المفعول والفعاليه 100%. اذا حطيت انا اليانسون والزنجبيل والنعنع والكركم حطيته منكهات مع الاكل مع القرفه ما بيتغير طعمه الاكل. يعني هلا انا لما بدي احط كركم بكل شيء، او مثلا بيختلفوا المطابخ، ناس بيحطوا كركم عصفر، ناس ما بيحطوا. صح، في اكلات بالبقله، في اكلات ممكن. شوف استاذي، يعني احنا مثلا خلينا نركز على الزعتر، الكركم، الزنجبيل، هدول كمواد اساسيه بكل طبخه بمقادير تكون تحت مع الفتوش مع السلطه مع الحال. اوكي، بدال بهارات السلطه حلو اللي احنا بنشتريها خليها هي، ومجفف او مبروش الليمون واعتبره دواء يا اخي. نعم. فهدول اللي انا ذكرتهم صراحه هن بيعطوا تسريع بالهضم، بيحاربوا النفخه اللي هي اليانسون والكمون، ملينين للمعده مشان ما يصير عندنا امساك، النعنع ملطف لعسر الهضم ومساعد لعمل الامعاء، الزعتر منقي للطرق التنفسيه ورافع للمناعه. فانا اللي ذكرتهم صراحه هدول الاعشاب رائعين جدا. والنصيحه اللي انا يعني حابب ركز عليها بهذا الموضوع، يا اخي فينا نشرب هالمشروبات هي بارده، فينا بارده بعد ما ننقعها لمده 10 دقائق بنصفيها وبنعملها مثلجه. اوكي. يعني كمان مشكلة. بتصير بعده عن العصير المحلى والصناعي، خففوا يعني ريحوا، احنا مريحين الجسم بالصيام بكل اجزاءه ما عدا الكليه. صح، نهلك بالعصير مع المغرب. فعلا هلا عم بفكر لسه شو بدي اجيب عصير، شو بدي اشرب اليوم. لا تمر هندي حرام ورد تحديدا ما له. لا لا انا عم بحكي الاستاذ ورد كمثال، لانه ما بدي احكي مع الجمهور مشان كمثال تكمله. انا انسان مزعج يعني، ورفقتي متعبه نوعا ما. لا بالعكس، لا باكل سكر، ما بحب شيء يا جماعه، ما بحب السهر. لا انا مو ناسي شغله السكر، بس انا على العصاير برمضان انا ما بستثني حدا يعني صراحه. يعني إذا شربت تمر هندي شغل البيت منقوع البيت بدون إضافات سكر رائع جدا. هلا ورد تعلم من المرة الماضية لما خبرته على إنه تمام إنه كيف في طريقة الغلي نرجع. صحيحة أو ما نغلي. نحن شوي لساتنا ما تعلمناها مزبوط، فخبرنا عنها أكثر. والله الأستاذ ورد صراحة يعني كان سؤاله رائع ومداخلته رائعة. أنا كل مرة بيكون في معانا لقاء عن بعيد الطريقة اللي هي لكل كوب مقدار 200 ملي لتر تأخذ ملعقة متوسطة من الأعشاب. أوكي. ويوضع فوقها الماء المغلي وتغطى لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتشرب. تماما، نحن اللي بنغلطه أنه هي الدولة عم تغلي بنحط فوق النعنع أو الكمون أو هالقصص وبنتركها عم تغلي. ما في مشكلة أستاذ، يعني مثلا أنت وصلت لهالمرحلة ونسيت طفي المي. أوكي. طفي الموقد الحراري أو المصدر الحراري لحقها وغطيها فورا. تمام. التغطاية هي 100% للنتيجة. أنا الزيوت الطيار اللي بتخرج من هالأعشاب هاي والنباتات أنا بدي إياها. طيب. أنا ما بدي إياها تروح بالغلي. أوكي. أنا ما بدي أشرب ملون حتى لو ما صار فيه لون. أنا بدي الفائدة. أنا بدي الفائدة. 100%. طيب. نعم. هون في سؤال مهم كمان. نحن منضيف للشاي بعض البذور أو بعض الأعشاب العطرية. حلو. مثلاً
شاي مع نعناع هو نفس قيمة النعناع لحاله، شاي مع يانسون، شاي مثلاً عم يحطوا بتلات ورد الياسمين أو قصص تانية، بيعطي نفس الفائدة ولا بيقلل الفائدة؟ طيب ممكن إحنا نستغني عن الشاي الأحمر بالشاي الأخضر ونشتغل اللي بدنا إياه؟ عم يعطينا بدائل حلوة. فوائده قد إيه أصلاً الشاي الأخضر رهيب. يعني الشاي هو الشاي أخضر على فكرة، هو الشاي الأخضر ولكن أكسد. هو متأكسد بطريقة يعني تكون غذائية، ما بدنا نقول هي سيئة، لنحصل على الشاي الأسود، هو الشاي السيلاني بطريقة هي كانت اختراع بالصدفة وصارت شاي، يعني هو الشاي المتأكسد أو الشاي الأسود. ولكن احنا في عنا الشاي الأخضر، في عنا احنا نحط في كل بيت فيه نارنج، ليمون، ورق نعناع. أكيد وخاصة هلأ برمضان قشر الليمون اللي عم نعصره على السلطة وعلى الشوربة، احنا فينا نحطه منقوع بالماء الساخن ونشربه مع النعناع، مع الزنجبيل، مع اليانسون، مع الظرف نفس الفوائد يعني كعشب ناخذه. قصدك الظرف السلولوزي اللي موجود ايه الظروف اللي بنشتريها بأعشاب معينة أو بنشتريها مثلا شاي أخضر، ظرف الشاي الأخضر والله بيعطيني الفائدة والله نفسها. أنا أنا يعني اللي بنصح فيه الفرد لأنه حتى الظرف السلولوزي سيء، الظرف السلولوزي هو ظرف يعني صالح للاستهلاك الآدمي، ولكن أنا إذا فيه أحطه مباشرة بيكون أفضل، بيكون أفيد. استغني عنه. نعم. طيب كمان حابه نحكي كونه احنا بشهر رمضان كثير مننا عم بيعانوا من اضطرابات النوم بسبب خلص تغيرت علينا يمكن، وهلا كمان ما بعد رمضان حنرجع نعاني من اضطرابات نوم بزياده، فشوفي كمان اعشاب او هيك اليانسون شي. يانسون وانا جاي اقول اليانسون بس اليانسون صراحه رائع جدا، ووجود القرفه اللي هي الدار الصيني كمان مع منكهات الاكل انا ما بنصح فيها برمضان لانه بتنزل الوزن، بس وجودها برتم معين أو درجة معينة كمشروب أو مع الأطعمة رائع جداً. تمام. تخسر تمام. الوزن. تمام. يعني هاي فرصة الزنجبيل للكوليسترول. أي. وعندك. أي بس مو نقعد نأكل لا 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 وجبة لا بدها خمس ساعات. نعم. ونلحقها بكاسة شاي أخضر نقول لها اشتغلي شغلك يا كاسة الشاي. لا طبعا لا يعني والله بينزل كاسة الشاي الأخضر على المعدة بتقول الله يعيني وسعادتك شو بدي اشتغل. لازم النظام الغذائي أستاذ طيب. يعني السلطة والشوربة والريح شوي ونرجع على الأكل بكون أكل. طيب أستاذي الكريم طبعاً. مثل ما ذكرنا بالبداية في كثير ناس عم يعانوا من نفخة وتطبل بالبطن. نعم. وفي حالات أخرى مترافقة مع إمساك شديد. نعم. بشهر رمضان المبارك. نعم. شو بتنصح؟ والله صراحة أنا بنصح مثل ما قلت لكم اللي هو الكمون واليانسون لمشاكل المعدة طبعاً، وفينا نحط الكراوية أيضاً. طيب على معدة فاضية ولا بعد الوجبة مباشرة؟ لا لا بعد الوجبة مباشرة، بعد ما الوجبة في أي مشكلة مباشرة بوجود أكل الجبل. بس أنا بنصح قبل النوم نأخذ مقدار نصف ملعقة صغيرة من السنمكي على كوب شاي أو كاسة شاي صغيرة من الماء المغلي. عشبة السنمكي. السنمكي رائعة وملينة، ونخلي دائما الفطور نستفتح بالألياف قبل الشوربة اللي هي السلطة. كتر نسبة الحجم الألياف. بالضبط. التفاح، الرمان، أو ورقيات، الورق الملفوف رائع بوجوده مع السلطة على فكرة. ورق الملفوف هو ألياف أفضل من الخس. تمام. أكيد يعني. ونركز على أكل الألياف طول الوقت يعني حلويات أخي. في شغلات تانية يعني أبدأ أنا بحط خساية وشوية جزر باخدهم بعد الأكل أفضل من طبق الحلو ومفيد للجسم. هي شوي بدك الواحد ليقدر يتعود يمكن على هيك. هي قناعة. أنا صايم وصايم اكسب من هالشهر. اكسب من هالشهر. تماماً. نعم. طيب نحن خلال شهر رمضان أكيد جسمنا بيفقد الكثير من السوائل، فنحن نجي ما بعد الإفطار لحتى نحن نعوضها. نعم. في ناس بعد الفطور فورا بتلاقيهم راحوا لازم اشرب دولة قهوة كاملة، فنحن هون عم ننزع شيء او شاي احمر او الى اخره. شوفي بدنا شيء يعوضنا السوائل. المنبهات اصلا هي بتسحب المي اللي موجود بالجسم، يعني ما بتخلي الجسم يستفيد وبتحسسنا بالعطش ثاني يوم واحنا صايمين. هي اهم شغله. بس احنا بالنسبه لنا مشروب الكركديه البارد ومشروب عرق السوس اللي ما عنده الضغط رائع جدا وملطف للجسم. شرب المي، شرب لترين ثلاثة أربعة انت طول فتره، لا تركز لي على الشرب وقت السحور. طبعاً. على فكره ما بيعدوا بالجسم اكثر من ساعتين. صح. لانه ما في انا بقولها على طول ولو انه مثال يعني. نعم. مزعج عند بعض الناس. نعم. احنا مالنا مثل الجمل عنا سنه. نعم. نخزن. نعم. فيه ماء. نعم نعم. نحن الكليه بتستوعب مقدار معين والمعده مقدار معين بده ينزل على الامعاء وتطرح الباقي. بضل غير نشكرك لوجودك معنا ونتمنى لك باقي رمضان مبارك بأيامه وساعاته المتبقية. مبارك على الجميع والمشاهدين وعلى حضراتكم. أهلا وسهلا فيك معنا. الله شكرا كثير لك. الله يبارك فيك.